بعت الموضوع وأن في المملكة المغربية بعد ما يعني منعت السياسيين من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة بعد ما منعت الملاحظين والصحفيين أن يزوروا ويطلعوا على وضعية الشعب الصحراوي في الأراضي الصحراوية المحتلة بعد ما منعت البرلمانيين تاع الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي أخيرا تردوا يعني ما خدوش يتمكن من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة وحتى تواصل في صمت الجرائم ضد الإنسانية وخروقات حقوق الإنسان هاي اليوم يعني تضرب الشرعية الدولية والقانون الدولي ويعني القرارات تاع الأمم المتحدة في خلق جو الثقة بين العائلات وتمكين العائلات من الالتقاء والتقارب وتكسير جدار العار والصمت بحيث يعني فيه أخ موجود معنا من الشعب الصحراوي يعني نيته الوحيدة بطريقة سلمية أنه يرتبط صلة الرحم مع أخته وأنا أن هذه القيم الأخلاقية تاع الإنسانية وحتى الدين العنيف ربط صلة الرحم تضرب من طرف ولم تقبل من طرف ما يسمى نفسه وما ينص نفسه بأمير المؤمنين وهذا كله مع الأسف في صمت وتواطي من طرف فرنسا ونحن نعرف بأن الرئيس الفرنسي يزور اليوم المملكة المغربية وعليه أن يستدرك هذه التصرفات ويأخذ فيها مواقف وكذلك جاء في كلمة الأخ أنه تأتي هذه الممارسات تحدي للأمم المتحدة لأن الأمين العام المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس يزور في هذه الأيام المنطقة وفي نفس الوقت اللي هو يزور فيه المنطقة مثل هذه التصرفات توقع ويمنع الأخ من زيارة أخته المريضة بالرغم من موافقة وفوضية اللاجئين وهيئات الأمم المتحدة ونحن نعرف بأن سي بابا السيد التقى بالأمس كما قال مع كريستوفر روس هنا بالجزائر وطلعوا على هذا الحديثة وممكن من الأحسن يعني يكون أكثر كلام في هذا المجال حتى نعرف ما كان رد الفعل السيد كريستوفر روس حول هذا الوضعية ونفتح بهذه نقدر نفتح النقاش ونخليه مواصلة مع الإخوان الصحفيين. إذن أشرت يعني أنه أطلعت يعني شخصيا مبعوث خلاص الأمين العام على وضعيتي يعني شخصية بعد طبعا الحصول على الوفاق يعني مرتين من المحافظة السامية الناجين وبعد ذلك يعني الرفض وأطلعت كذلك يعني على هذه التجاوزات هذه الخروقات وأثرت انتباهها إلى أن هذا الوضع وضع تواجد الأمم في منطقة الصحراء الغربية لا يمكن أن يستمر على هذا الحال شنو هذا الحال؟ لا يمكن أن تظل الأمم المتحدة dans un impuissance à imposer la légalité internationale un interlocuteur crédible ni pour les Sahraouis ni pour la communauté internationale. Et dans le fait, le jour où la MINURSOL s'est avérée incapable, une fois que les listes des votants ont été rendues publiques, sous la pression du Maroc, une fois que la MINURSOL, la mission des Nations Unies pour un référendum de 1950, s'est montrée incapable d'aller de l'avant dans l'exécution des accords qui ont été obtenus dans le cadre des Nations Unies
sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies, la MINERSOU s'est trouvée, de fait, à superviser le cessez-le-feu. Ça veut dire à superviser et à garantir l'occupation du Sahara occidental. Si à cela s'ajoute le fait que les autres agences des Nations Unies ne peuvent décider, et il est clair qu'ils ne peuvent décider, parce que le dernier mot revient à l'administration d'occupation marocaine. Cette situation ne pourrait durer. Ses conséquences seront désastreuses. Et M. Ross, Christopher Ross, a eu l'honnêteté et le courage de le dire, en affirmant que ceux qui croient que la persistance des problèmes du Sahara occidental n'a pas de graves conséquences par rapport à toute la situation du nord-ouest de l'Afrique et d'une façon particulière au niveau du Sahel, se trompent lourdement dans leurs analyses et dans leurs calculs.